No. سيدنا السلام عليكم. كيف تشوفوا اليوم عندي واحد الرحلة وجهة جديدة أول مرة تمشي لها اللي هي الشرق الأوسط. فاليوم إن شاء الله موجهين ل كيف تيقول المملكة الهاشمية الأردنية. عندي من هنا ساعتين طيارة غادي نمشي لإسطنبول وإسطنبول من بعد غادي نكمل العاصمة. يلا بغيت نشارك معكم هذه الرحلة هذه خليكم معنا. Nefes almaya devam ediniz. Çocuklu yolcularımızın çocuklarından önce kendi maskelerini takmaları gerekmektedir. Can yeleğiniz oturduğunuz koltuğun altında veya iki koltuk arasında. سيدنا السلام عليكم. كيف تشوفوا انا يلا وصلت دابا هذه شويه المطار ديال اسطنبول. الرحله دازت من غوتنبرغ لاسطنبول نقدر نقول عليها اوكي ماشي شي حاجه طوب ولكن اوكي. علاش جيت مع الخطوط التركيه؟ فهذه كانت اول تجربه عندي معهم.
نقدر نقول تجربة اوكي ما ماشي شي حاجه مزيانه. الطياره ما كانتش مزيانه, بدلوا لي البلاصه ديالي حيت درت تشيكين اونلاين, اخترت واحد البلاصه لور حدا الشرجم, عطاوني بلاصه اخرى الشرجم اللي عليها خاسر فيه واحد المشكل تيخرج منه الماء كيف تشوفوا في التصاور هذا. ومن بعد ما تحركت الطياره داك المجمد دونك ما بقاش لي استعمال كاع ديال داك الشرجم خدام, ما تشوف منه والو. هذه واحد النقطه ما عجبتنيش. الماكله عندهم اوكي ماشي شي حاجه زوينه, ولكن صافا حيت الرحله اصلا طويله من غوتنبرغ لاسطنبول نورمال الماكله كان خاصها تكون احسن من هكا. المطار يلا عاد نشوفوا هذا المطار هذا تنسمعوا عليه اول مره, حيت انا اول مره مثلا نجي لتركيا ما كنتش الوجهه ديالي ديال الشرق الاوسط اول مره تنجي لهنايا, فنشوفوا كي داير المطار نشوف لقيت فين جا نرتاح واحد شويه حيت باقي ليا الديبار عندي من اسطنبول لعمان عندي مع 12 40 دقيقه ديال الليل نوصل لعمان مع 4 ديال الصباح. نشوفوا كيف ندوزوا واش نرتاحوا شويه ولا نخليوا الراحه حتى للوطيل. يلا نتحركوا نشوفوا المطار كي داير هنا الاسباس هذا واش شي حاجه زوينه, قلبوا واش كاينين شي ماكله تركيه دونر. يلا نشوفوا واحد شويه تشا comfort low. سمعت مؤخرا في الاخبار غادي يسدو هذا يمكن في 4 في شهر ابريل ولا باش ينقلوا كل شيء بمره المطار الجديد. ومنين جيت وصلت لهنا عاد عرفت علاش بغاو يسدو هذا, الزحام بزاف باش تلقى باش لقيت هذه البلاصه هذه. يلاه هذا اشويه ناكل فيها على راحتي بزز باش لقيت هذه البلاصه هذه خاويه. فالمطار عامر شويه الجو سخون ما عرفتش واش عنده مشكل في الكليماتيزاسيون, و الطيارة دارت روطة ديال ساعة ونص. هادي 12:30 ديال الليل عندي الطيارة مع الوحدة ونص. اوكي نشوفو عاوتاني الرحلة التانية كدوز حتى نحس بليا. شوف واحد شوية الطيارة مازال لها واحد شوية فيلا كليس دابا شوية قصة نرتاح خا باقي ليا هاد الليلة هادي مغاديش نعس تال الصباح نكون تقريبا في لوطيل بين 5 و 6 ديال الصباح. فا عشان كنت نقرا لكم على واحد القصة ديال واحد السيد, بما ان احنا كاينين في المطار هاد الساعه هادي واجواء اللي تتحيط بينا ديال الطيران والطيارات. فالقصه ديال هاد السيد هذا اللي سميتو ستيف, هادي قصه ماشي من الخيال ولكن قصه حقيقيه. هاد السيد هذا ستيف كان استغل واحد الفتره في 1980 شركه الطيران الامريكيه وقعت لها واحد الازمه ماليه, فكانوا خاصينها الفلوس تدخلهم بواحد الطريقه اللي هي سريعه باش تنقد من ديك الازمه الماليه. ما عرفوا شنو داروا شنو فكروا يبيعوا تيكات واحد التيكات الفيرست كلاس المدى الحياه
نضاد ستيف هذا خدام عندهم دي تيكات مشي عندهم قال لهم ناخذ ديك التيكات منكم والتيكات الثمن ديالها كان 250 الف دولار وفي هذيك الوقيته 1980 250 الف دولار مبلغ اللي هو خيالي ما يقدرش عليه اي واحد فمشى عندهم ما اقتصرش هو على ديك التيكات قال لهم نزيدكم 150 الف دولار وناخذ مقعد ديال المرافق شي واحد اللي بدي يرافقو ديما وفي البيزنس كلاس فنض خلص لهم في المجموعة 400 ألف دولار اللي هي ثروة كبيرة في ديك الوقيتة 1980 راه دوك الفلوس ديال ديك الوقيتة راه يديروا مع شنو هاد التساعد فخلص لهم 400 ألف دولار الشركة قالت ماشي مشكل شحال انا 400 ألف دولار شحال غادي يخلص لنا هاد السيدة شحال يطير في العام من مرة فداروا كونترا عطاو تيكات ومن بعد داكشي السيد داك ستيف عارف شنو تيدير بالضبط نقدروا نقولوا واحد الانسان اللي عارف كل خطوه تيديرها حتى عارف شنو علاش دارها فف بعد سنوات دار تقريبا اكثر من 10000 رحله اللي جمع فيها اكثر من 40 مليون مايلز تقريبا طار اكثر من 500 مره لندن من امريكا لندن واكثر من 120 مره لطوكيو واكثر من 70 مره لاستراليا راكم عارفين المسافه بين طوكيو وامريكا واستراليا وامريكا مسافه طويله ومن فوق هادشي كامل كان تيحجز المقعد ديال المرافق بعض المرات الناس اللي هما غراب ما تيعرفوهمش كاع غير باش يساعدوهم بحال واحد المره كان واحد السيد ما عندوش الفلوس باش يمشي لصربيا فحجز له مقعد معاه مشى خصيصا غير باش يوصلو لصربيا ويرجع بحالو علاش حيت ما عندوش الفلوس كان بعض المرات ما حامل حتى واحد يجلس حداه صافي تيريزيرفي المقعد بواحد السميه اللي هي في شكل بحال بعض المرات كتب لهم باكستاين ولا حيت هو السمي ديالو ستيف رودستاين وكانت البنت ديالو تتقرا في سويسرا ف كانت البنت ديالو حتى تستغل ديك التيكات ديال المرافق وكانت تزور الاهل ديالها الدار ديالهم تتمشي الطريقه اللي هي مستمره تطلع ليهم كان عاوتاني الولد ديالو شنو الولد ديالو واحد المره كان شي ايفنت في امريكا دوروا البلاد كامله في داك مع داك الايفنت بعد المرات كان تيتشهى غير ساندويتش يجيبو من بلاد اخرى تيسافر لبلاد اخرى غير باش يجيب ساندويتش ويرجع بحالو فولا السفر من الهوايه الرئيسيه ديال السيد هذا فخسر الشركه تقريبا الاضعاف ديال داك المبلغ اللي خلصوه الشركه واحد المره شركه الطيران واحد المره وهي صافي طلع لها داك الشيء في الراس ما عرفاش كيفاش تحبس هذا السيد شنو دارت من بعد واحد النهار كان باغي يسافر في 1994 جاي يسافر في المطار ديال شيكاغو وهما يوقفوه قالوا له بلي راه التيكيت ديالك صافي راه تلغات ما بقاش صالحه فالسيد كان سافر الهوايه ديالو ف مرض نفسيا وقع له واحد الاحباط ما خرجش من الدار ديالو لعده ايام تيقولوا انه ما نطش من السرير ديالو تقريبا سيمانه ولا تيخرج فدازت الايام بعد داكشي ويرفع عليهم دعوه في المحكمه فهاد السيد هذا حكمت له المحكمه باللي الشركه طرد له التيكيت اول حاجه ومفوق هادشي كامل غادي يرجع كيف تنقولوا ترجع حريما للعاده القديمه ديالها
رجعوا له تيكت وفوق هادشي عوضوه $3 مليون. فالتيكت كانت كلفته $400,000 فرجعوا له هما تيكت وعوضوه $3 مليون. فهاد السيد هذا اللي بغى يقلب على القصه ديالو سميتو ستيف رودستاين. فهادو هما الناس اللي تيعرفوا شنو باغين يديروا. الدم كيف تنقولوا الدم مات الشركه ديال الطيران ديال امريكان ايرلاينز. يلا كانت هذه واحد القصه بغيت نشاركها معكم. كنت قريتها دابا شويه في الطريق بقات لي تقريبا واحد نص ساعه نمشي ناخذ الطياره ديالي. يلا نشوفكم بعد. تشاو. الطيارة تتبان كبيرة، تتبان كونفور. نجربو الطيارة هادي ونشوفو الريحة كيفاش. يلا نخليكم بعد. وصلنا للأردن في هذا المطار ديال الملكة عليا. غادي نتلاقى بواحد السيد دابا راه تيسيني لتحت. تعطلت عليه حتى عطلت لينا الطيارة بساعة وعشر دقائق. فغنشوفو لتحت. يلا نكملو الجمع. يلا وصلنا للمطار ديال عمان. كيف تشوفوا هذه 6 ديال الصباح فايام ناعس والو. غنمشي للمطار دابا. يلا جا السيد اللي ياخذني غنشوفو في لوطيل. ياخذني لوطيل يا ربي يمشي للمطار. اوكي يلا نشوفو من بعد واحد شويه. ايوا فوالا يلا وصلنا لوطيل. شحال الساعة هادي؟ 7:30 ديال الصباح. مازال ما صبحت، مازال ما نعس انا. احنا في عمان
القلب ديال الشرق الأوسط. يلا وصلت للوطيل. الوطيل تي الوطيل تي بنزون كيف ستشوفوا. ف تشيكين كان عندي نورمالمون مع جوج ديال النهار. هادي 7:30 ديال الصباح جيت عندهم مع 6 و درنا واحد ليكسيبسيون ودرت تشيكين قبل. بحال يلا نرتاح حيت ما نعش الليل كامل والطريق كانت طويله شويه. فنرتاحوا شويه ومن بعد نمشيو نخرجوا نشوفوا المدينه نشوفوا عمان. فهذه اول مره تنجي للاردن واول مره عندي في الشرق الاوسط وفي القلب ديال الشرق الاوسط. فواحد الاحساس اللي هو في شي شكل انك تتلقى راسك في وسط الشرق الاوسط. عندي واحد الكلمه بغيت نوجهها لواحد السيد اللي تنشكرو بزاف اللي هو صديق ديالي في السويد سميتو ابراهيم. فهو اردني وسمعني غادي للاردن وحلف انه يدير معايا واحد السيرفيس. ان جا واحد السيد بالسياره ديالو وجابني من المطار للاوتيل. ف من هنايا انا عارفك تتفرج في هذا الفيديو هذا ابراهيم. تنشكرك بزاف و كيف تتقولوا نتوما بالاردني هسه احنا في الاردن لي دابا احنا في الاردن السي ابراهيم. وشكرا بزاف تنعاود نشكرك مره اخرى. سيدنا نخليكم بحر الله كيف قلت لكم نرتاح شويه نشوفوا من بعد. ولكن هذا غادي يكون الاخر ديال هذا الفيديو ديال هذا النهار. نشوفوا فيديو اخر ان شاء الله من بعد ما نخرجوا للمدينه ونشوفوا مدينه عمان كيف دايره. يلا سيدنا السلام عليكم نشوفوا من بعد.